يعني عايزين نتابع تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي قالها بعد المباراه، عشان عايزين نعرف يعني راي الكابتن مختار فيها. مارسيل كولر بعد المباراه بيقول اهدرنا نفس الكلام، يعني اهدرنا العديد من الفرص امام فلومينينسا للاسف، وهذا الامر يتكرر ايضا في الدوري، وهذا هو الحال في الموسم بالمجمل. يعني هو هو يعني بيلوم المهاجمين، بيلوم طبعا. طب ما انت جالك فرصه تجيب مهاجم تنقذ النادي. لا بيه. هو انا هقول لك حاجه، المهاجم اللي جاي اكيد هو قراره. لا ما هو قراره يعني أوه. انا كمدرب وانا ماسك الفرقه دي وهيجي لي لعيب فيرويد وانا في اشد الحاجه ليه، هيجي لي يقولوا لي خد ده، ولا اذا اكون لازم اكون انا خدوا رايي فيه؟ لازم يكون خدوا رايي فيه. صحيح. يعني نتابع تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد المباراه. لعب مباراه كل يومين امر صعب علينا وصعب صعب من مهمتنا في المباراه، وهو ما تسبب في اهدار الفرص، فاللاعبين كانوا مشتتين خلال المباراه بسبب الاجهاد. لا انا مش معاه في دي. يعني يعني في يعني تعب، لكن مش لدرجه ان هو ياثر عليا على الفرص اللي هي سهلة. لا يعني لا بس يعني ساعات ممكن المدرب يقول تصريحات بيبقى عايز يحمي لعيبته. اكيد بيحميها وده امر طبعا ايجابي يعني صراحه. يعني صحيح. نكمل تصريحات مارسيل كولر. كوكا تعرض للاصابه في المباراه الاولى، دي حاجه اول مره بقى انا اعرفها. لا انا عرفت ان التغيير الواحد حضرتك كنت عارف. كوكا تعرض للاصابه في المباراه الاولى ومشاركته مخاطره كبيره، وقررت الا اجازف، لذلك لم يلعب. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني هو دخل اكرم توفيق كرقم 8 ناحيه اليمين بدلا من كوكا، وادى امام عاشور الناحيه الثانيه. اكرم توفيق تواجد اليوم لاننا كنا نريد ان ندافع، وهو جيد في هذا الامر. راي حضرتك ان اكرم كان البديل الانسب ولا ديانج؟ لا بصراحه ديانج، مهما يكون ديانج في حالته اللي هي اقل من حالته الطبيعيه، لكن اكيد ان هو في ماتش زي دوت، زي ما انا كنت بقول، يعني انا كنت اقول في تصريحاتي يعني الفيلة النادي الاهلي هتلعب في الكاس في كاس العالم، وهي كانت بتادي اداء فاقل في قلت لا، الفيلة الاهلي هتلتقي لمستوى الحدث، مستوى الحدث بتاعهم هيخليهم يبقوا فيلة النادي الاهلي، والحمد لله انا قلت كده، والحمد لله يعني كان في توفيق في الكلمه. فكذلك يانج لما يلعب النهارده ويبقى اكرم هو الاحتياطي، هو ده انا من وجهه نظري يعني. لكن هو بس الماتش كمان انا تاكيدا لكلام حضرتك، يعني كلنا طبعا بنتعلم من حضرتك، ان ديانج الماتش النهارده كان فيه التحامات كبيره جدا في الشوط الاول. كان ديانج هيديك افضليه في نص، انا بقول لك يعني لا دبابه بتاعته. وانا بقول كان ممكن كمان بقى ديانج يرجع بقى في 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 ماتش الماتش ده يرجعه تكسبه للفتره زي ما فرقه النادي الاهلي معظمها رجع في البطوله دي. فكان انا كان رايي، وانا قلت قبل الماتش ان يعني انا كنت بتفرج مع جماعه اصحابي، قلت لا يانج افضل من اكرم، ويبقى اكرم احتياطي اكيد، لان كمان اكرم حتى الفتره اللي فاتت اول ماتش لعبه اكرم لعيب هايل وما شاء الله، راجل وجوده حاجه هايله جدا 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 للنادي الاهلي. لكن في الماتش ده كان لازم نستنى شويه لغايه ما يرجع اكرم اللي احنا عارفينه. كان ممكن البديل يبقى افضل بكتير جدا 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 من ان هو يبتدي المباراه. صحيح. اخيرا يعني وعايز اعرف راي حضرتك في الكلام ده، سئمته من الاسئله والانتقادات عن التبديلات وتاخير التبديلات. انا من يعرف اللاعبين ويعرف امكانيات كل لاعب وماذا يستطيع ان يقدم خلال المباراه. انا راجل زهق بس الكوره غير كده، هو لازم يعرف ان الكوره غير كده. الناس بتعرف في الكوره كتير قوي. الناس اللي قاعده في القهاوي الناس اللي قاعده في القهاوي بتعرف في الكوره اكتر من اي مدرب. فما يعني ما ينفعش فالكلام تقبل يعني راي حضرتك ان هو لازم. وبعدين الناس ما بتتكلمش الا بتكرار الاخطاء. طب انا عن نفسي عندي تحفظ عليه في التغييرات، توقيت التغييرات. يعني ما فيش مدرب في الدنيا التغييرات بتبقى عنده بعد كذا، لا، المعطيات بتاعه المباراه واللي انا شايفه بالنسبه لعيبتي اكيد هو اللي مش ممكن يكون كل الناس تبقى شايفه والمدرب ما يبقاش شايف، او يبقى المدرب يعني مستني الوقت اللي هو بس بيغير فيه. لا ما ينفعش الكلام ده. وانا في رايي يا كابتن مختار ان التصريحات اللي زي دي
بتستفز الناس جدا جدا. يعني انت سيب الناس تقول اه شوف انا انفعلت فيها يعني الله ازاي انا كمدرب ما اقدرش اقول انت ما هو الشغلانه بتاعتنا دي هي كده انت كل الناس بتعرف في الكوره فما ينفعش ان انا يعني ايه يعني اعمم اللي انا عارفه على الناس واقول لا انا هي كده لا مش كده صحيح. في حاجات كتيره جدا في الناس اللي هم العاديين بيتكلموا في الكوره حاجه هايله جدا فما ينفعش يعني. صحيح يعني طبعا تصريحات كولر ساعات بيبقى المدرب بعد الماتش مشدود لكن المفروض مع الخبرات الكبيره وكولر يعني يعني ما شاء الله عليه يعني مر بكون خبرات كبيره جدا على مر السنين اللي فاتت ان هو يكون عارف ان الناس بتسال الاسئله زي ما كابتن مختار بيقول طبيعيه من تكرار الموقف موقف اتكرر مرة واثنين وثلاثة. يعني انا بقول لكم النهاردة الاهلي لو عمل تغييرين في الدقيقة 60 وخلوا ان نص الملعب والاجنحة كان اول حاجة بيريس تاو مش هيعمل اي ملعيب مكانه كانش هيعمل ضربة الجزاء دي. يعني بص احنا يعني احنا نجيب ضربة الجزاء يا جماعة متفقين ان لعبتنا يعني ايه بذل مجهود هايل جدا جدا الماتش اللي فات وما ينفع مش ممكن يعني هيستمر معاهم لاخر المباراه النهارده لا مش هينفع فانا بقى يعني انا من خبرتي اسيطر على من قراراتي اعرف امتى اعمل كده واعرف احافظ على يعني شغلي جوه الملعب ان انا اكون ايجابي في كل شيء فلكن ما ينفعش.